بدأت عملية التصويت الخاصة في عموم العراق، حيث فتحت 595 مركزا انتخابيا أبوابها للتصويت في انتخابات تشريعية مبكرة، ويشمل التصويت الخاص عناصر القوات الأمنية إضافة إلى النازحين والنزلاء في السجون، على أن يجري الاقتراع العام الأحد المقبل لينتخب العراقيون 329 نائبا جديدا. اليوم القوات الأمنية منذ الصباح الباكر تقاطرت على المراكز الانتخابية البالغ عددها 595 مركز انتخابي. اليوم أدلت القوات الأمنية بأصواتها، تم تقسيم القوات الأمنية سواء من الشرطة ومن الجيش على وجبات تدلي بأصواتها، وجبات تحمي المراكز الانتخابية، ووجبات أخرى تعود لثكناتها لممارسة واجباتها الأخرى. وأكد لنا دكتور حسين الهنداوي مستشار رئيس الوزراء للانتخابات من أمام أحد مراكز الاقتراع الخاص بمنتسبي المؤسسات الأمنية أن عملية التصويت تجري وسط إقبال كبير من قبل الناخبين، مؤكدا بعد انتهاء التصويت العام سيتم إعلان النتائج خلال 24 ساعة. المفوضية أعلنت مرارا بأنها جاهزة لكل عملية انتخابية، التصويت الخاص والعام أيضا، وهناك استعدادات. احنا زرنا مراكز الآن مهيئة للتصويت العام وليس فقط للتصويت الخاص. عدد الناخبين سيكون بحدود 21 مليون مسجل في الواقع، نأمل أن تكون مشاركة واسعة، من بينهم تقريبا 17 مليون يمتلكون البطاقة البيومترية طويلة الأمد، وكذلك كل من يمتلك بطاقة بيومترية أو إلكترونية يستطيع التصويت. هناك آليات معتمدة وهناك حرية كاملة بالتصويت في الواقع، ونعتقد النجاح سيكون كبيرا. بعد 24 ساعة من انتهاء التصويت العام يوم الأحد القادم، يوم الاثنين إن شاء الله تعلن النتائج بعد 24 ساعة من انتهاء التصويت. ستجري عملية الاقتراع الخاصة ليوم واحد فقط ابتداء من 7 صباحا ولغاية 6 مساء، ولن يكون هناك أي تمديد، وتتوقف برمجة صناديق إلكترونيا عند 6 من مساء اليوم. انطلاق عملية التصويت الخاصة في عموم العراق، حيث فتحت جميع مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين من الأجهزة الأمنية للإدلاء بأصواتهم وسط إجراءات أمنية مشددة. شيبان سامي، قناة وطن، بغداد.